دورها كدور الرجل في ساحة التحرير تتظاهر وترفع شعارات مطالبة بمحاسبة الفاسدين. المرأة العراقية التي لطالما وقفت وقفة الرجال رافضة ومنددة، ممارسة دورها المجتمعي والذي لولاه لما تكاملت المضامين الأساسية في هذا الحراك الشعبي. هي أولا هو حقنا أن نتشارك، لأن إحنا نصف المجتمع، وبهذا المجتمع إحنا انظلمنا مثل ما هم انظلموا، مثل ما الرجال انظلموا إحنا انظلمنا، فإحنا خرجنا يعني كنساء حتى نطالب بحقنا، وهي أصلا نثبت نفسنا أنه مو بس هم لهم حق، يعني بوطنهم إحنا أمات إلنا حق وهمات مساندة إلهم. يعني هذا الحضور النسوي اللافت ما هو إلا نتيجة الضغوط التي واجهتها والحقوق التي سلبت منها، فهي المستضعفة في نفوس الفاسدين لتخرج عن صمتها وتتظاهر في الميادين العامة. هذا الحضور تجاوز القاعدة النمطية الذكورية للمجتمع العراقي في أمل أن تمارس أدوارا أكبر في المستقبل القريب. أنا جاي حالي حال ولدي، أنا صار لي 13 يوم أنا بساحة التحرير، والله العظيم اجي من الصبح لليل يلا ارجع، لان انا ارد مطالب ولدي، انا حالي حالهم وما اتراجع لحد ما ناخذ حق ولدنا. دور المرأة هو دور فعال لمساندة المتظاهرين ومساندة الرجل، اخيها الرجل، في وقفة لم يشهد لها التاريخ، وانها مظاهرات لها بصمة يشهد لها التاريخ. منذ اليوم الأول من تشرين الأول والمرأة العراقية صامدة في ساحة التحرير مساندة الرجل في شتى الميادين، فتلك الممرضة وتلك الناشطة وتلك المدنية المتظاهرة. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.